لذ دجاج بالنكهة الفرنسية. أول شيء نحط بهارات إيطالية، فوق البهارات الإيطالية نحط صدر الدجاج، نضيف البستو، رشة ملح، ونحط شرايح الطماط، بعدين رشة بهارات إيطالية وجبنة برميزان أو أي جبنة تحبونها، مثلا موزاريلا أو شي زي كذا. أهم شي تكون على ورق زبدة ونلفها زي الحلاوة. والطريقة الثانية نحط صدر الدجاج، بعدين نضيف زيت الزيتون، نضيف البهارات، فلفل أسود وكمون، بهارات مشكلة وملح، بعدين نحط صوص الباربيكيو وندهنه بالفرشة، وعلى الاير فراير لمدة 20 دقيقة على درجة 180. هذا الشكل النهائي للدجاج، بنذوق ونعطيكم التقييم. طعم فنان، مرة لذيذة الصراحة. كل الطريقتين تفوز، وبكذا نكون سوينا